إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد اشترك اشترك الآن في الآن في القناة القناة ليصلك ليصلك الجديد الجديد بالضغط بالضغط على على الزر الزر الأحمر الأحمر أسفل أسفل القناة القناة مع مع تفعيل تفعيل الجرس، الجرس، ولا تنسوا ولا دعم تنسوا دعم المقطع المقطع بلايك. بلايك. تعالوا كده نشوف المرة دي الراجل الجميل ده ما قاليش عايز الدومين بتاع الانفرس، لا قال لي ده انا عايز الانفرس. ومديني لو انت خدت بالك الالجبرك فراكشن بتوعك بالفورم اللي انت شايفه ده. الاول لما اقول لك ان سمبلست فورم بتروح جاي شغال على دي، يبقى ادي الان اكس بتاعتي، وعشان ده بلس لازم اجيب اللوست كومن، فهنا الاكس دي اوفر 1، فهناخد الكومن دومين يبقى اكس ماينس 2، ونعمل كروس يبقى ده يروح يعمل تايمز هنا وده يروح يعمل تايمز هنا، يبقى الاكس رايحه تعمل اكس ماينس 2 وادي بلس، وال1 رايح يعمل تايم اكس باكس. بنمشي واحده واحده. تاني انا معايا الفراكشنز، هنا ما كانش عندي دي فراكشن حطيت لها اوفر 1، بعد كده دي بلس او ماينس لازم اجيب اللوست كومن. طب هنعمل ايه؟ نعمل كروس اهو. تعالى يلا نعمل اكسباند، فالاكس تدخل تعمل تايمز هنا وهنا، فتبقى اكس باور 2 2x وادي بلس اكس، كل ده اوفر اكس ماينس 2. هنا نيجاتيف 2x وهنا اكس، فتبقى اكس باور 2 ودول ماينس اكس وادي اكس ماينس 2. ده لسه ما خلصش، ده اقدر اخد كومن اكس واعمل براكت اكس باور 2 ديفايد اكس فيها اكس والاكس فيها 1، كل ده اوفر اكس ماينس 2. ايه اللي انت عملته؟ انا عملت حبيبي السمبلست فور. يبقى الاول لو مسالتي ادنج ولا سبتراكشن لازم اعمل لوست كومن. ازاي؟ ان انا هاخد الدينوميتورز اعمل لهم مالتبلاي وبعد كده اعمل كروس. بعد كده خدت اللايك تر، بعد كده خدت الكومن، خلصت؟ اقول له لا، دي الان اوف اكس. انت عاوز ايه؟ انا عايز الانفرس يا مستر، وانت علمتني الانفرس، يبقى هعمل فليب، يبقى اكس ماينس 2 اطلعي اب ودي اكس، واكس ماينس 1 انزلي داون. فينيش يا مستر. خد بالك حقك عليا، اخر فقره مش طالعه، اديني برجع لك اهو. عايزك المساله دي تتعود تحلها، مساله سهله، مساله جميله، يا رب تكون مشيت معايا واحده واحده. تعالوا نشوف another example. حبايبي مديني two fractions n1 n2، بيقول لي is n1 equal n2 with reason. يا مستر عشان اعمل proof that n1 equal n2 لازم اعمل verify the two conditions. اول حاجه ابتدي اشتغل على n1 واعمل ايه؟ simplest form ودومين، وزي ما هشتغل على ان 1 هشتغل على ان 2، فحضرتك هتفصل. تعالي يا ان 1، اول حاجه اعمل فاكتورايز، ده ديفرنس بتوين تو سكوير، يبقى هنا اكس ودي اكس، باخد السكوير روت لدي تبقى 2 و2، وبراكت ياخد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. هنا تراينيمال يا مستر، يبقى بعد اذنك هتعمل ايه؟ ابدا يا مستر، بمنتهى البساطه مش هعمل حاجه غير ان انا ممكن اشتغل بالكالكوليتر، ايوه، وممكن اشتغل مانوال بايدي، ايوه، وابقى عارف الستيب. طب احنا جيل التيك اواي، خلاص يا عم، هتدي لك اكس 1 واكس 2، فهنا هتدي لك 3 وهنا هتدي لك 2. اكس 1 واكس 2 حضرتك بتاخدهم بالاوبزيت سايد، لغايه كده في مشكله؟ لا. يبقى انا عملت السمبليفاي، لا، اجيب الدومين ادي الدي 1، فلازم اقول ار اكسبت. هنا ده اوبزيت ساين نيجاتيف 3 وده 2، اللي هم ادوا لك اكس 1 واكس 2. بعد كده هاجي اعمل سمبليفاي، سمبليفاي فين الكومن؟ اهو. ايه الريميندر؟ اكس بلس 2 ودي اكس بلس 3. الستبس اللي عملتها مع ان 1، اديني قربت لك الكاميرا، الستبس اللي انا عملتها، عملت فاكتورايز اب داون، جبت الدومين، خدت السيت اوف زيروز بتاع الدينوميتور، بعد كده عملت سمبليفاي لللايك اكسبريشن،
اخر حاجة بكتب الريميندر. بنفس الطريقة تعالوا نروح على N2 ونعمل نفس الستيبس. هنعيد تاني، اول حاجة هنعمل يا مستر فاكتورايز، هتلاقي ان ده زي ده برضو يا مستر، احنا جيل التكاوي معلش، ادي اكس واكس، فهنا 3 و 2 هتاخد انت من الكالكوليتور اكس 1 واكس 2 اوبزيت ساين. ايوه ده ديفرنس بتوين سكوير، برضو ممكن اشتغلها بالكالكوليتور. ايوه هتديني 3 ونيجاتيف 3. تعال نجيب الدي 2، يبقى ار اكسبت، هناخد ده وده اوبزيت ساين، فتبقى 3 ونيجاتيف 3. تعال نعمل السمبليفاي، نبص بقى مع بعض. سمبليفاي، فين اللايك تيرم؟ اهو ده لايك اكسبريشن. ايه الريميندر؟ اكس بلس 2، اسف عشان اللون ده مش هيتشاف، اكس بلس 2 وهنا اكس بلس 3. تعال بقى نعمل الكومبير، بص بقى معايا. الكومبير السمبليفاي السمبلست زي بعض، بس قبل كده هل يا مستر، بص بقى معايا، هل الدومين زي بعض؟ هنا الدومين نيجاتيف 3 و 2، هنا 3 ونيجاتيف 3، يبقى ان 1 doesn't equal ان 2. لو انت عايز الريزون، اصل الدي 1 doesn't equal الدي 2. ادي مساله جميله، اتعلم تحلهم كده جنب بعض، اقسم الورقه بتاعتك حلهم جنب بعض عشان تبقى الستيبس واحده. اشوفكم على خير، all the best.